الهوا هواكم لكم التسع دقائق والسبع واربع دقائق. في اتوقع ما ادري هو خلص ولا لا. لا والله انت تعطيني قروشه والله حرام راح والعيال. انا عندي الليله الليدر. يا سلام. فانا بحاول اني اكون اول واحد يسوي فقرته بس عشان الضغوطات وكذا. تمام، بس ان شاء الله انا بتكسر. يلا اكتب اللي فيه الخير. ايوه. انا الليله يا غايب فوق صدري حزن ما ادري شوق من البارح وانا احس بملل والقلب في حيره بغيت النوم قال النوم لا والله علي مرفوق ما ترقد لين ياتي الصبح وتغرد عصافيره. اسلم. سلامتك. اقسم بالله موضوع البرايم ذا يوترك يطلعك من المود. هو من ناحيتي انا مو قصة يوترني، من ناحيتي انا مضايقني لان اول شيء يعني لحد الان الواحد المفروض انه ياخذ وقت عشان او يعطونه وقت عشان يقدر يقدم اللي عنده. انا اشوف انه اربع ايام ما هي بكافيه. من غير اربع ايام، لو انها اربع ايام وانت لحالك صح ممكن يكون عليك لوم، بس اربع ايام وانت مع 30 متسابق و30 كل واحد اقوى من الثاني، يعني تراك انت بتحدي قوي اولا. اول شيء وثاني شيء يعني ما تدري وين الخيره، يعني سبحان الله الخيره فيما اختار الله. اكيد. هو شوف نهايه الموضوع هذه على قولتهم اليه مسابقه وهم ما اختاروا. انا اشوف انه ما اختاروا من عبث. انا للامانه انا ما عندي مجال اني اسال مثلا ايش الاشياء اللي كذا، هم اكيد لهم نظرتهم، بس ان احنا على قولتهم نحاول ان نقدم الشيء اللي نقدر عليه وعلى قولتهم كل شيء بيد الله عز وجل والله يزين الامور ان شاء الله. هو اول شيء انه ما نقدر نسال لان هذه اليه برنامج ومن دخلت وانت راضي بالشيء. صح. فصعبه ترجع تقول لا وما ادري ايش، انت دخلت عارف اليه المسابقه. صح. انت بتحدي ومع ناس ابطال كل واحد يقول الزود عندي، فانت. صح. قدم اللي عندك والتوفيق بيد الله. ثاني شيء اصلا خروجك اليوم ولا بعد 90 يوم ما هو دليل انك ما عندك شيء. يعني لعل في الامر خيره، ممكن اصلا اذا طولت تكون اسقاطه بالاعلام كلها لك. صح. انت بتاريخك ما يبقى لك شيء، لكن طلعتك من البدايه. هو على قولتهم في كل شيء لعل خيره، ترى شوف كل شيء على قولتهم مقدر ومكتوب. اتكلم عن نفسي انا، انا ماني مثلا منشد ولا اني بشاعر. لو بجلس على قولتهم اشل لي شيله ولا اعطيهم شيء او من الشعر، انا مقدم. انا حاط في بالي مثلا فقرات معينه، حاط في بالي سلسله حلقات اني اسويها، مثلا لقاءات مع منشدين، لقاءات مع شعار وكذا. انا اشوف بالذات في الموقع هذا وفي اللوكيشن هذا احس انه ما تصلح. يعني في بعض اللوكيشنات انا حاطها في بالي مثلا برا في كذا لوكيشن مناسب جدا للحلقات جدا، بس ان لعل في الامر خيره. لعل في الامر خيره في النهايه. الحمد لله على كل حال. بس ان الاشكال انك انت اول شيء ترى برامج الواقع اول شيء انت تجي ما انت متعود على الكاميرا، ترى هذه الحاله صح ممكن تخليك تطلع بغير شخصيتك او يعني تكون شوي ما انت على طبيعتك او متصنع، وان شاء الله انه ما انت تصنع بس انه تكون رهبه الكاميرا تطلعك بشكل ما ادري كيف وجه. بس بالنهايه اللي عنده شيء يعني انا بكل ثقه على قولتهم رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، عندي الامكانيات اللي كافيه اللي باذن الواحد الاحد اني هنا هذه بس نقطه بدايه. برا باقي كثير وكثير باذن الله عندي اعمال راح انزلها، يعني من اطلع يومين ثلاثه يعني اذا الله ما كتب لي اكمل يومين ثلاثه باذن الله مجهزها وبنزلها. لكن وش اللي يعني الناس اللي كانت
هاجين بعبد الله وهذا، والله اني اعتذر منهم يعني. رهبه الكاميرات لحالها هي اللي تخلي الواحد، لكن باذن الواحد الاحد إن لو والله كتب لي وكملت بتشوفون افضل وافضل، واذا الله ما كتب. اول شيء انت يمكن في ناس كثير ما تعرف عبد الله عن قرب، انا ممكن بالاربع ايام هذه واليوم اتوقع الخامس اليوم لنا، يعني انت من ضمن الاشخاص، انا صحيح اني اغلب الشباب يعني جلست معهم ودخلت معهم، بس انت يا عبد الله من ضمن الاشخاص اللي قريب حيل، صار قريب حيل جدا مني. عرفتك حتى على طبيعتك، ممكن على قولتهم رهبه الكاميرات، مو بس لك انت لحالك، انا وفلان وفلان تدخل، ما هو انت، ما هو اللي يعرفون اخوياك برا. بس اول شيء انت تملك الشيء الكثير، وخذها على قولتهم. انا ما ابغى اكون انا اللي اقيم، ولكن هذه شهاده من اخوك، اعتز بها. انت والله العظيم تملك الشيء الكثير، وباذن الله انك بتكون مكمل هنا، امورك طيبه، وعلى قولتهم ما ابغى اقول انه الواحد يطمح للنهاية، انت اطمح للاول باذن الله. وانت سواء هنا او برا راح تبدا، وان شاء الله على قولتهم ان الله بيكتب لك التوفيق في كل الاحوال سواء هنا او برا. اللهم امين. الله يحفظك. أيوة. وياك بعد ما والله ما بيتكلم يا فيصل عن فيصل، انت عارف عبد الله تحت الهواء مع فيصل. اكيد انت والله أكيد. واحد من اخواني الكبار. الله يسعدك. واصلا لي وجع قلبي، انا قلتها امس يمكن وكلنا قلناها امس، انه العيال كلهم فيصل عبد الله يعني. صح. انا ما ادري، انا حتى قلت لهم، قلت ليش انه اول شيء او اول اسبوع لا امامن مع عبد الله يعني. يعني كلهم كل الشباب ترى للامانه انا اعزهم وكلهم قريبين مني، بس انا بس ليش مع عبد الله اول واحد مع عبد الله يعني؟ ما ادري، حسيت ان ضايقني الموضوع ترى جد يعني. الله يكتب لي فيه الخير. ايه. الله يكتب لي فيه خير. ولا انا قايل لهم، قلت انا ان شاء الله اذا تم قبولي، حتى نذكر سولف اول ما جينا هنا وقت المقابله، قلت انا من ناحيتي ممكن الكاريزما تبعي على قولتهم شوي يعني هادي، بس اني قلت ان شاء الله اذا تم قبولي، مو بس اني بصير مقدم، انا اذا تم قبولي بصير مقدم وبصير منشد وبصير شاعر وبصير. احنا ترى بالاربع ايام دي صرناها انا وياك والله لازم، صرنا شعراء وصرنا منشدين وصرنا ممثلين الحين، بس نضبط دوت وكذا. لكن تدري وش لا اله الا الله اللي يقول ودك تطلع الكاميرات برا، الناس تحكم من الهنجر يعني. صح. انه فلان ثقيل، فلان هادي، فلان. بالبدايات لا تحكم على احد اصلا بالبرنامج او حتى برا، بالبدايات لا تحكم على شخص سواء كويس ولا مو كويس، لان انت تشوف العيال تحت الهواء، انت واحد منهم يا فيصل، تحت الهواء ادمي ثاني، وهنا على الهواء ادمي ثاني، تجيك لو كلهم والله. صح. بالعكس الشباب ترى فيهم والله العظيم يا رجل. انا بالهنجر احس طبعا، حتى الجلسة أحس غير لما أكون برا، الهنجر من أجي أحس من رجل على رجل على طول. طيب وش رأيك بما أن على قولتهم ماخذين راحتنا هنا والحالنا، نبغى ننطر. هات بس وش تبغى. لا بس ما منك طبعا، أبغى الشيء طبعا. أنا أمس سألتك هنا وقلت لي أن ذائقتك تميل للحزن. إيه. الأشياء الحزينة. بس ما هو دليل إن ما أغني أشياء طربية أو. إيه يعني بس إنه يعني. إيه. أنا شخصياً كل واحد عنده رغبة، الشاعر والمنشد وغيره كل واحد عنده رغبة يعني يكتب على شيء معين أو. أنا أبيك حتى السؤال هذا أول كلام اللي أنا بقول، ما أدري هو أصلاً مسموح لإني أقول أو لا، ولكن أنا فعلاً أبغى تسمع الناس كلها الشيء القريب من قلب عبد الله، ابغى العالم كله يسمعون الشيء القريب من عبد الله الرشيد. كل شيء حولي يذكرني بشيء، حتى صوتي وضحكتي لك فيها شيء، لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي آه من تطري علي. هذه جزئية بسيطة. صح صوتك.
صف. ليش نهايته انهاهم انهاهم هذا وش الصوت؟ تايمر، انتهى الوقت، العد التنازلي خلاص. هن البارحة ممسيت والمسلمين رقود، حسبي على من كان هذا من أسباب. حية حية أرحب. الله يسعدك، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الورد.